السلام عليكم، اهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده برنامجكم للتسامح وطن. التسامح وطن في دوله التسامح، في عاصمه التسامح العالميه، في ارض التسامح والسلام. كانت ولا زالت دولة الإمارات العربية المتحدة هي مثال للتعايش والتسامح بفضل سياستها القائمة على قيم التسامح والوسطية والاعتدال واحترام الآخر. قيم التسامح والتعايش بين الأعراق واحترام مختلف المعتقدات والديانات من القيم المتأصلة في عمق تاريخ الإمارات. الإمارات أرض السلام والتسامح الديني، حيث يعيش الجميع بوئام وتناغم وتعايش سلمي فيما بينهم رغم اختلاف ديانتهم ومعتقداتهم. كل ذلك وسط تقدير القيادة الرشيدة لكل مقيم على أرض الإمارات، وهو تقدير لا يرتبط بلون ولا دين أو عرق أو هوية. الإمارات هو الوطن الذي يوفر للجميع دفء العيش في أرض المحبة والسلام. دولة الإمارات العربية بقيادتها وشعبها مزيج من التسامح والاحترام والوئام وقبول الآخر. فالتسامح من القيم الراسخة للمجتمع الإماراتي الأصيل، والتي يستمدها من وسطية الدين الإسلامي الحنيف ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة ومن حكمة وإرث زايد الخير عليه رحمة الله وطيب الله ثرى. وسيعمل البرنامج على ترسيخ مفاهيم التسامح وقيم التواضع، وذلك أيضا وضع أطر التي تدعم استمرارية وظل القيادة الرشيدة الذي يضفي دائما قيم التسامح التي تهتم ببناء الإنسان والإنسانية. لذلك تعد دولة الإمارات العربية المتحدة دائما حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية. تضم دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم جميل، كلها حياة ملؤها الاحترام والمحبة. كذلك أيضا كل يحترم القانون، كل يحترم المساواة، ولذلك الكل يعيش في هذا الوطن بحب وتسامح. مشاهدينا في كل مكان، كما عودناكم معنا يوميا سفير من سفراء التسامح، ومعنا أيضا يوميا جوائز مميزة. نبدأ بسفراء التسامح، ومعنا اليوم سفير فوق العادة. هم رعاة هذا البرنامج، وهم دائما يحرصون على رعاة برامج تؤصل في المجتمع قيم ومعارف كقيم الخير في عام الخير، وقيم زايد وإرثه في العطاء في عام زايد. وهذا العام هم معنا أيضا في التسامح وطن، هي جمعية الفجيرة الخيرية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة علي بن عباد العبدولي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. أهلا ومرحبا سيد الكريم. حياكم الله سيد وايد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، مبارك لكم بالشهر. مبارك عليكم بالشهر سيد الكريم. الله يسلم بحبيب. في بداية الحلقة، ماذا تحب أن تقول عن عام التسامح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وش نبارك لقيادة الدولة والسلام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بشهر رمضان المبارك، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد الشرقي عضو مجلس أعلى حاكم الفجيرة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولاية أبو ظبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. بالنسبة للتسامح، أنت تعلم يا أخوي أستاذ وائل أن نحن عشنا السنة الماضية 2018 عام زائد الخير، وهذا الإرث تأصل في تأسيس مبدأ عام التسامح. وعام التسامح هذا إرث من إرث الإمارات العربية، لأنه تأسس على يد المغفورة له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وهذا الإرث حقيقة نحن في دولة في أرض الإمارات كمواطنين ومقيمين يعيشون على أرض الإمارات كأنهم يعيشون فقط بين أهليهم. وهذا حقيقة هو المبدأ الذي نسعى إليه دائما نحن كجمعيات خيرية أو كمؤسسات مجتمعية. نحن نريد أن نؤصل هذا المبدأ في أنفسنا أولا، بأن يكون الأخوة المقيمين على أرض الإمارات أن يحسوا بأن المواطن هم أخوة لهم، وبذلك قد تكون الإمارات هي السباقة. مثل ما ذكرت، يعيش بين ظهرانينا 200 جنسية بمختلف ألوانهم ودياناتهم. حقيقة هذا لوحده إدارة فوق المستوى. حقيقة نحن نفتخر بأن تكون دولة الإمارات هي الدولة دولة التسامح في العالم، وحقيقة نحن فخورين بدولتنا وقيادتنا بأن نكون كمواطنين وكمقيمين حقيقة أن نفتخر بهذا المسمى وهو عام التسامح. رائع. في دولة الإمارات. جميل. قيم التسامح دايما عند الناس بتبدو في صورة بسيطة جدا، هي العفو عن المسيء. نعم. هي التسامح من ظلمك. نعم. لكن التسامح أوسع من كده بكتير. صحيح. ومن أهم قيم التسامح العطاء. كيف بتربطه بين التسامح والعطاء؟ نعم. بالنسبة للجمعيات الخيرية في دولة الإمارات، وبخاصة في جمعية الفجيرة الخيرية، نحن في عام التسامح من خلال مبادراتنا حقيقة
نحن لا نميز بعطائنا أو بعلاجاتنا أو بسقي الماء أو بالتعليم، نميز بين المواطن والمقيم، نحن سواسية. المهم أنه سواسية، اللي يقدم هو إنسان، مثل ما ذكر المغفور له الشيخ زايد، هذا إنسان، إنسان عاش بين ظهرانين، لا بد أن نكفله ويكون بيننا، يعيش بين مواطني الإمارات وبين مقيمي دولة الإمارات عيشة هنية، ويخرج من دولة الإمارات ممثلا بهذه السمة، سمة التسامح. وحقيقة في جمعية الفجيرة الخيرية نحن من خلال مسيرتنا في سقيا الماء خصوصا، نحن في 3 أشهر تقريبا نقدم سقيا الماء ليس للمواطن إنما لكل البشر المقيمين دولة الإمارات. يعني 3 أشهر، لو شهر 6 و7 و8، نحن حقيقة نقوم بهذا، هذه المهمة الكبيرة التي يعني ممثلة في مشروع الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومشروع سقيا الماء. جميل. ونحن مستمرين عليه إلى طوال العام حقيقة. وبالنسبة كذلك إلى أننا احنا في رمضان لا نميز بين كذلك المواطن والمقيم أو سواء المسلم وغير المسلم، الذي يأتي إلينا من خلال لتناول الطعام في خيمة الإفطار الخيام مفتوحة، والحمد لله في هذا العام زادت النسبة من 52 إلى 54 موقع، دليل على ذلك أن نحن في زياد مستمر عندنا في إفطار الصائم، وأعداد المتداولين عندنا اللي ازدادوا في خيام أيضا في زيادة من خلال إحصائياتنا ومن خلال حقيقة تداولنا بالأمس أول يوم، وجدنا أن هناك نسبة كبيرة من المقيمين اللي هم غير المسلمين موجودين بين ظهرانينا يعيشون يفطرون معنا حقيقة، وإحنا فخورين بهذا أن يفطرون معنا يشوفوا عادات وتقاليد الخيام. المواقع مفتوحة لأي حد، نعم المواقع مفتوحة لأي حد يستطيع أن يرتاد ويتناول الغذاء معهم مع المسلمين جميعا. التسامح الجميل الحمد لله، قيم الدين من قيم العربية الأصيلة. نعم. اللي يدخل جائع أيا كان دينه أو أيا كان جنسه. لا تنسى أستاذ وائل يعني في دولة الإمارات يعني منذ أن يأتي الشخص من دولته ويرى هذا الانفتاح وهذا الحب وهذا العطاء بين الناس، وأعتقد أنه سيأخذ الفكرة الطيبة. ونحن كسفراء دولة الإمارات نعتبر أنفسنا جميعا المقيم دولة الإمارات هو سفير لعاداته وتقاليده، لكن ننقلها إلى كل من يعيش بيننا. مثلا كذلك أي مواطن أو كمقيم يذهب من دولتنا إلى دولة أخرى أكيد سيأخذ فكرة، خصوصا المواطن. إحنا إحنا نبعث برسالة إلى أخوتنا وبناتنا وأولادنا بأنهم يكونوا سفراء لدولتنا، قيادتنا تطلب هكذا، نكون أولادنا وبناتنا في هذه الدول سواء طلاب أو غير طلاب أو سواح يكونوا سفراء لدولتنا بعاداتنا وتقاليدنا، بتسامحنا مع الناس، بتسامحنا مع البشر. إحنا نعيش بين البشر، بين البشرية، لا نعيش بين بأنفسنا، نحن بين بشرية في العالم. يعني الذي يعيش بيننا 200 جنسية، ما بالك أن يأخذ فيك، ما يأخذ فيك من هذه الفكرة لكي يعيش بين الناس وينقل هذه الفكرة للناس بأن إحنا دولة التسامح. فعلا دولة الإمارات هي دولة التسامح بقيادتها ومواطنيها ومقيميها. جميل. دولة الإمارات مستهدف لكل العالم أن يأتوا إليها ويعيشوا فيها، أصبحت هدف وتارجت، الناس بتتمنى. نعم. توصل لدولة الإمارات وتعيش فيها. نعم. العطاء الجميل اللي حضرتك قلته ببلور في حملة رمضان في جمعية الفجيرة الخيرية تحت. نعم. شعار جميل. نعم. السنة دي. نعم. ما هو شعار الحملة؟ شعارنا في هذه الحملة ببشر المحسنين. وبشر المحسنين. نعم. نحن نبشر كل يد تمدنا بالخير من المحسنين ومن المواطنين ومقيمين بأن جمعية الفجيرة الخيرية هي يعني تستطيع أن ينالوا الخير إن شاء الله بتعاونهم معها بإذن الله. بهذا العام حقيقة بهذا الشعار وجدنا أن هناك نتسع في نطاق الإفطار الرمضاني. نتسع بماذا؟ نتسع في نطاق المساحة الكبيرة لكم 52 موقع 54 موقع، هذا واحد. نعم جميل. العدد كان عندنا حوالي تقريبا 9000 وجبة، أصبح عندنا حوالي 11333 وجبة رقم الآن كبير ما شاء الله يوميا. هذا في خلال شهر رمضان 340,000 وجبة تقدم إلى الصائمين. هذا الإحصائية بالأمس، وجدنا من خلال الإحصائية بالأمس بالليل وجدنا من خلال تجميع المعلومات كلها وجدنا احنا بحاجة إلى زيادة لحوالي 500 وجبة زيادة الآن عندنا في بعض الخيام.
دليل على ذلك أنه في تسامح عندنا موجودين من الأخوة. نذكر رقم الهاتف اللي من خلاله يمكن للمشاهد الكريم أنه يتبرع ويساهم مع الحملات الرمضانية المميزة في جامعة الفجيرة، وهو 800-8844 الرقم على الشاشة أمامكم مشاهدينا، اللي حابب يتواصل مع جمعية الفجيرة الخيرية ويساهم في حملتها الرمضانية الرقم أمامكم على الشاشة. نعم. ونكمل مشروع رمضان المميز مع إفطار. نعم. الصائم. بالنسبة لكذلك للمواقع، بالإضافة إلى 340,000 عندنا موقعين، لو ثلاث مواقع في الفجيرة وثلاث مواقع في الدبا. بالنسبة للطرقات، نعم، هذا تقدم يوميا 2100 وجبة يوميا على الطرقات، مداخل الطرقات. جميل. وأنا ندعو الأخوة المشاهدين أنهم يساهموا معنا في 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 هذا في في هذه المناسبة في شهر رمضان وفي إفطار الصائم. هذا المشروع المتميز أيضا. نعم، هذه 2003 مواقع في الفجيرة وثلاث مواقع في دبا على المداخل، وهذا بالنسبة بالتعاون مع بعض الجهات. حقيقة نحن نقدر هذه الجهات التي تقدم لنا المساعدة وتقدم لنا يعني يد العون لكي نقدم هذه الوجبة السريعة للإخوة اللي لا يستطيعون يصلون إلى بيوتهم ومنازلهم. نعم. المحافظ على سلامتهم وحقهم السلام على سلامة الأرواح، وهذا حقيقة سمة وزارة الداخلية. نحن حقيقة يعني نشكرهم على هذه الملاحظة ونشكرهم كذلك على تعاونهم معنا. وبالنسبة كذلك هذه السنة سلط الضوء على هذه المبادرة، لكن نأخذ سؤال الحلقة ونرجع، لأن هذه المبادرة تستحق أن نقف عندها قليلا. نذكر مشاهدينا الكرام بسؤال حلقة اليوم، ما الآية القرآنية التي تحدثت عن قول يوسف الصديق لإخوته عندما اعترفوا بخطئهم معبرا عن تسامحه؟ ماذا قال يوسف لإخوته عندما اعترفوا بخطئه معبرا عن تسامحه؟ يوسف الصديق، هذا النبي الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال كلمة في القرآن الكريم لإخوته عندما قالوا يعني أخطأنا في حقك. رقم التواصل مشاهدينا أمامكم على الشاشة، سنأخذ اتصالاتكم بعد قليل تباعا، ونعرف من سيفوز معنا بجائزة اليوم. معنا اليوم 500 درهم نقدا. مشاهدينا في كل مكان، السؤال سهل والإجابة سهلة، ابحثوا في صورة يوسف، ابحثوا عن التسامح بأسمى صوره وبأسمى معانيه مع يوسف الصديق. مشروع إعطاء الناس وجبات على الطرقات وهم يسيرون، نعم، لا بد وأن نقف عنده. اسمح لي بفاصل قصير ونعود بعده ونتكلم في هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعده لنكمل الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن، فابقوا معنا. الفرص من أهم علامات التسامح، فرص العمل وتوفيرها للآخرين هي الاستدامة بمعناها الحقيقي، وهي أيضا التسامح نحو استمرارية هذا العطاء للآخرين. هذه المعاني الجميلة بتتبلور في مشروع رائد جدا بتقدمه جمعية الفجيرة الخيرية من خلال الاعتماد على الأسر المنتجة أنها توفر هي بنفسها وجبات الإفطار لمواقع الإفطار يعني الموجودة في كل مكان. هنكمل موضوعنا النهاردة ونكمل مع سعادة علي بن عباد العبدولي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. أهلا ومرحبا مرة أخرى سيد الكريم. هذا المشروع الرائد. نعم. وفكرة دعم الأسر بطريقة مختلفة. نعم. كيف تنفذها جمعية الفجيرة؟ حقيقة بتوجيهات من معالي سعيد محمد الرقباني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، احنا تولي الجمعية اهتماما بالغا بأن الأسر المنتجة هي أسر نستطيع أن ندخل إليها مشاريع جديدة تضيف إليها دخل جديد، قيمة مضافة جديدة. جميل. من خلال زيادة نسبة المشاركة في بالأسر، وهذا العام السنة الماضية كان عندنا حوالي 17 موقع، السنة هذا زحنا حوالي 27 موقع خاص بالأسر المنتجة، وجدنا أن هناك أعداد ازدادت عندنا بنسبة تقريبا 17% السنة هذه العام، 32 أسرة تشارك معنا 27 موقع. الطعام اللي بيقدم. نعم. في المواقع. نعم. المواقع في المواقع يأتي من عند الأسر المنتجة. الأسر المنتجة اللي بنعودهم على هذا، لأن القيمة المضافة أصبحت أيضا وسيلة من وسائل الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك إن إحنا وجدنا في الأسر بما أنها هي نأخذ منها وتستفيد الأسرة وتقدم الطعام، تعودت هذه الأسرة بأن تأخذ
قيمة شيء مقابل شيء، يعني بمعنى أن في الاقتصاد بمعنى أن قيمة المضافة أضفنا لها دخل جديد. نعم. أضفنا للمجتمع قيمة أخرى. للمجتمع قيمة أخرى. أضفنا 27 أسرة تنتج، أضفنا 27 أسرة تعمل معنا، وحقيقة هذا المستهدف عندنا، الهدف الوحيد عندنا نحن ندخل أكبر عدد وأكبر شريحة بالمجتمع تساهم معنا في هذا. الغالب على ذهن الناس لما نساعد أسرة فقيرة على أن هي يكون عندها مشروع إنتاجي بيكون مشروع بسيط. نعم. بالكاد يوفر لها الدخل الرئيسي. إنما نوفر لها مكان احترافي تقدم منه وجبات إفطار لصائمين على مدار شهر كامل، هذه بتتنافس فيها المطاعم الكبرى والمؤسسات. أنتوا بتوفروا دي للأسر من أجل أن يكون عندها دخل يستحق أو يعني يوفر لها العيش الكريم. مسألة في غاية الروعة. أستاذ وائل، إحنا المستهدف عندنا كان إن إحنا الأسر اللي تتلقى المساعدة عندنا الشهرية كانت. نعم. أو السنوية وغيره هي المستهدف عندنا. احنا لا نريد الاسره ان تعتمد على الجمعيه في كل شيء، نريد الاسره ان تقدم بانفسها وتبادر بنفسها، ليست لمشروع فقط في الاطعام، ان هناك مشاريع اخرى حقيقه من خلال المبادرات اللي قمنا بها هذا العام، وهو التدريب. هذا التدريب مهم، ومن ضمن هذه ان 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 ان, أن, أن, أن ندعي 27 اسره 32 اسره تقدم الطعام. هذا حقيقه يعني مشروع فخورين، مشروع جداً فخورين جداً فيه جداً. احنا الاسره تعتمد على نفسها وتقدم لنا هذا، وتاخذ بالمقابل الراتب الشهري مقابل تقديم الطعام. هذا مختلف عن ما تفعله. هذا حقيقه يعني حقيقه مشروع رائع. ناخذ اتصالات ونرجع نكمل مع حضرتك ثاني، ومعنا اتصالات المشاهدين ونكمل حول سؤال حلقة النهاردة، هو ماذا قال يوسف الصديق لإخوته عندما اعترفوا له بذنبهم مسامحا إياهم؟ ماذا قال يوسف؟ معنا الاتصال الأول من ناصر من دبي. السلام عليكم يا ناصر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي سورة يوسف الآية رقم 92، الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شكرا جزيلا. وهنعرف الإجابة صحيحة ولا لا في نهاية المسابقة، وجوائزنا بنذكر بيها وبنقول 500 درهم نقدا. هو بناخد الاتصال تاني معنا. السلام عليكم. عطوف من رأس الخيمة، أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا وسهلا أخويا. أهلا بك. إجابة السؤال هي قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نشكرك يا عطوف على المشاركة معنا وعلى الإجابة، وأيضا هذه الآية فيها قيمة عظيمة على التسامح، وخاصة من الأخ وإخواته لما يكون في مشاكل بينهم. معنا اتصال آخر، فاطمة من الفجيرة، أهلا مرحبا يا فاطمة، تفضلي. وعليكم السلام. إجابة السؤال هي بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نشكرك يا فاطمة على الإجابة والمشاركة معنا، وكل اللي جاوب إجابات صحيحة يدخلوا معنا السحب في نهاية الحلقة. وبنكمل معاكم مشاهدينا حلقة اليوم إن شاء الله. الاتصالات بدأت تباعا. معنا اتصال من ليلى من رأس الخيمة، أهلا ومرحبا يا ليلى، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، صدق الله العظيم. نشكرك يا ليلى على الإجابة، وكانت الآية الأولى فقط لكن الآية الثانية تكملة جميلة أيضا. نشكرك. معنا اتصال آخر من زيد. زيد، يا أهلا يا زيد، تفضل. أسمعك يا زيد. ألو. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زيد. زيد تفضل. جواب على الآية يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك. معنا اتصال من ولاء من عجمان، أهلا ومرحبا يا ولاء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وأنت بصحة وسلامة يا رب العالمين. إجابة السؤال هي بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، سورة يوسف الآية 92. نشكرك يا ولاء على الإجابة وعلى المشاركة وعلى التلاوة الجميلة للآية القرآنية. معنا اتصال آخر، يوسف من عجمان، أهلا يا يوسف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. جواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال ماذا؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب عليكم. نعم. نشكرك يوسف على الإجابة. ومعانا آخر اتصال، تفضل.
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ميسره اهلا بك تفضل من الفجيره. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. نشكرك يا ميسره على المشاركه معنا وعلى الاجابه. وكان هذه مجموعه من الاجابات المتميزه ما شاء الله كثافه الصلاه كبيره معكم مشاهدينا. سؤال سهل وقيم التسامح ايضا سهله لو عززناها في حياتنا. نعود مع حضرتك ونكمل المشاريع المميزه المشاريع الانسانيه. نعم تحب تتكلم عنها ازاي؟ مشاريع الانسانية من اي ناحيه تفضل؟ ناحيه اصحاب الهمم، ناحيه مشاريع الصيف، مشاريع مشاريع الهمم. انت تعرف هذه الفئه يعني مشاريع ذوي الهمم تولي الحكومه دولة الامارات وقياده الامارات اهتماما بالغا في 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 اهتمام بهذه الفئه. من ضمنها نحن اخذنا على عاتقنا بمسح بعقمنا بمسح شامل لهذه الفئه، وحقيقه بالتعاون وعقد اتفاقيه مع وزاره التنميه والمجتمع بان نحن نولي اهتماما بالغا بان بهذه الفئه، وقمنا بدراسة بعض الحالات التي تقيم في منازلها وتقديم لها بعض المساعدات الإنسانية التي قد تساعد الشخص لتكملة حياته اليومية. وحقيقة بتوجيهات من معالي سعيد محمد الرغباني قمنا بشراء أجهزة حقيقة من شركات متخصصة بتمويل هذه الفئة بتعطاهم أجهزة متخصصة لكي يقومون بواجباتهم اليومية حتى. جميل. من ضمنها جهاز الايباد حقيقة، وهذا حقيقة احنا فخورين فيه. احنا نحط برنامج خاص لهم من من من, من الذين يستطيعون استخدام الجهاز، وان لم يستطع وفرنا له جهاز للحركة. برنامج خاص باصحاب الهمم على نفس الجهاز. وهذه حقيقة مبادرة حقيقة قمنا بها كجمعية يعني تعليمية حقيقة تدريبية، اللي يستطيع اللي ما يستطيع ان يستخدم الجهاز حقيقة عندنا هناك متطوعين من مراكز ذوي الهمم حقيقة يستطيعون ان يعلموه وان يدربوه سواء على الجهاز اللي يستخدم كجهاز طبي او كجهاز تعليمي وتدريبي. وهذا احنا فخورين فيه ان احنا يكون عندنا برنامج نقدمه في اليوم العمل الإنساني. وإحنا ندعو كل من مشاهدينا وكل من حاضر عندنا هني في يوم العمل الإنساني يكون إن شاء الله يوم 17 من رمضان بيكون عندنا يوم عمل إنساني تكريم لهذه الفئة، من ضمنهم هذه الفئة ومن كبار المواطنين ومن أبناء الجمعية عندنا بيكونون عندنا إن شاء الله، ومن مدعوين جميعا للحضور هذا اليوم بإذن الله سيكون جميل. يوم جميل جميلا بإذن جميل هذه الدعوة الكريمة. نعم. منكم. لكن تميزتم سيد علي بن عبد العبدولي بشراكاتكم القوية مع مؤسسات قوية، وهذا نعم. يعكس دائما دور الإدارة القائمة على الجمعية بشكل متميز نعم. وسعيها الدؤوب أن يكون في شركاء من المؤسسات القوية في الدولة. نعم حقيقة عندنا شركاء حقيقة، نتوجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يعني وزير المالية ونائب حاكم دبي وراعي هيئة المكتوم الخيرية نعم. حقيقة الراعي الرسمي لمشروع رائد حقيقة منتج، وهو إضافة قيمة مضافة لأبناء لبناتنا في دولة الإمارات وفي الفجيرة خاصة. حقيقة مدنا بمشروع مشروع خياطة، مشروع مركز الخياطة عندنا في مشروع الأسر المنتجة. حقيقة لدينا الآن حوالي 90 حقيقة اللي يتدرب عندنا لابد أنه يتدرب عندنا في المركز. عندنا مركز في دبا ومركز في الفجيرة، نقوم بتدريب هذه الفئة ونأخذ منهم المنتج ونبيع لهم. هذا حقيقة يعني قل ما يحصل ذلك أن نشتري المنتج من المتدرب ونقدم له المكينة هدية ونشتري منه هدية سواء ويذهب إلى البيت كذلك، يستطيع أن يذهب بالمكينة إلى منزله ونأخذ منه المنتج وهو في منزله بدون أن يتكبد انتقال من البيت إلى مقر التدريب. نعم. حقيقة أن نستطيع أن نقول أنه هذا المشروع مشروع رائد استطعنا منه. نشكركم ونشكره أيضا على هذا المشروع الرائد، ونأخذ اتصال ونكمل معكم مشاهدينا في مسابقتنا. ومعنا مريم من الشارقة. أهلا ومرحبا يا مريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي علينا وعليكم يا رب العالمين. الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، صدق الله العظيم. جميل أن يكون ال- 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 الوقف والابتداء مختلف معك يا أخت مريم عندما قلت لا تسريب عليكم ثم نقف ونقول اليوم يغفر الله لكم. جميل هذا المعنى. في هذا المعنى نقف عند فاصل قصير ونعود لنعرف من فاز بالجوائز معكم مشاهدينا في كل مكان، فابقوا معنا.
رجعنا لكم مشاهدينا ووصلنا للفصل الأخير في برنامجنا للتسامح وطن، وهو معرفة من فاز معنا بجائزة اليوم، وهي عبارة عن 500 درهم نقدا. وشرفنا أن سعادة علي بن عباد هو اللي اختار معنا اسم الفائز أو الفائزة اليوم. شكرا جزيلا. فاز معنا اليوم زايد العفوف من رأس الخيمة بقيمة 500 درهم. ألف مبروك الجائزة، ألف مبروك 500 درهم نقدا. ونشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المبادرات المتميزة، الشغل الجميل والحملة المتميزة لجامعة الفجر الخيرية. الله يسلمكم. شكرا جزيلا. مشكور. مشاهدينا في كل مكان، كانت دي حلقتنا عن التسامح في العطاء، التسامح في تقديم المساعدات للأسرة المنتجة بشكل مختلف، التسامح في خيام الإفطار الصورة الأمثل للعطاء، والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. نشكركم شكرا جزيلا. مع وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.